مضت ساعات ثقيلة مؤلمة، كانت الحشود ضخمة أضخم مما أتوقع بكثير. كثيرون من الرموز حضروا، من رئيس مجلس الشيوخ، من رئيس مجلس الوزراء، من حوالي 8 وزراء، مسؤولين كبار، فئات المجتمع كلها. لكنني توقفت أمام هؤلاء الفقراء الذين جاءوا نساء ورجالا ينعون أخي ويشاركون في العزاء. هؤلاء هم أهلنا، ناسنا، هؤلاء هم الذين من أجلهم نعيش ومن أجلهم نتعب ومن أجلهم نجتهد. نجد السعادة عندما نقف إلى جوارهم، نشعر بأن الدنيا عظيمة عندما نجد هذا المشهد العظيم. لا أعرف ماذا أقول، ربما كل الكلمات تتلعثم أمامي، ولكن أريد أن أقول لكم، أعد محمود في الشهرين الأخيرين كتابا، الجزء الثاني من كتابه المشي على الأشواك الذي يذكر فيه مسيرته ومسيرتي معه في الحياة، وكان مستعجلا على طباعته، ويوم أن طبعته ذهبت به إلى المستشفى ووضعه أخي عبد الحميد إلى جواره، وفي نفس اليوم مات. رحل عن دنيانا. لكنني كنت على يقين بأنه في مكان أفضل مما نحن فيه عند الله سبحانه وتعالى، وأن أفضل تكريم لمحمود هو ما رأيته من هذه الجموع الحاشدة، من هذه التغطية الكبيرة من كافة وسائل الإعلام، من رثاء الأصدقاء والصحفيين والإعلاميين والمسؤولين والمواطنين. كانت لحظة فارقة، ربما ما شاهده عمر مكرم كما قال أخي نشأت الديه في برنامجه، لم يشهده منذ إنشاؤه. إنها جنازة وعزاء هو منا ومنحة من الله سبحانه وتعالى. تقرير ثم نعود.